السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم في الفصل الثامن الخاص بـ Investment Foundation أو أساسيات الاستثمار المقدمة من معهد الـ CFA. والنهاردة هنتكلم حول الفصل الثامن الـ Quantitative Concepts أو المفاهيم الكمية. في نهاية هذا الفصل من المفترض أن حضرتك تعرف الـ Concept of Interest أو مفهوم الفايدة، مكونات الفايدة المركبة والفايدة البسيطة، معرفة قيمة الفايدة والقيمة الحالية والقيمة المستقبلية والديسكاونت ريت أو معدل الخصوم، كيفية تأثير معدل الخصوم ومعدل الوقت على القيمة الحالية والقيمة المستقبلية، بهم القيمة المتوقعة على البيئة الاستثمارية، أيضا فهم تأثير الوقت على قيمة الأموال واستخدامات الوسيط والمتوسط المرجح، شرح للنطاق والنسب المئوية والانحراف المعياري ومقاييس التشتت والتباين، النورمال ديستريبيوشن أو خصائص التوزيع الطبيعي، ووصف الارتباط ما بين. في البداية هنلاحظ أن ده أيضا من ضمن أصعب الفصول اللي بيقدمها كورس الانفستمنت فاونديشن، نظرا لأنه بيعتمد نوعا ما على الرياضيات. محبي الرياضيات قد يجدوا هذا الفصل من ألطف الفصول، ولكن غير محبين الرياضيات قد يعتبروا هذا الفصل من الفصول الثقيلة بعضا ما عليهم. ولذلك هنلاحظ أنه فهم في بداية هذا الفصل بيقول لنا أنه فهم الكوانتيتيف أو عد المرتبط بالموصوف رياضيا مهم جدا لفهم المال والاستثمار، نظرا لأنه النتائج الكمية بتلعب دور كبير في المال وتقييم القرار الاقتصادي سواء في الادخار أو أيضا فهم قيمة المال وقيمة الوقت وتأثيراتها على بعضها البعض. مرة تانية بينبه لنا في نهاية أو في بداية هذا الفصل في نهاية المقدمة أنه as always كما العادة you are not responsible for calculation، أنت غير مسؤول عن الحساب. فمرة تانية هتلاقي أرقام كتير هتظهر معانا، ولكن أنت مش مسؤول عن الأرقام، ولكن مسؤول فقط حول نتائجها وتحليلها. يبدأ هذا الفصل بـ value of money، وهيلاحظ هنا أنه من المهم جدا أن حضرتك تبقى عارف قيمة الوقت وقيمة المال مع مرور الوقت، وأيضا معرفة الاستثمار الأفضل ليك في المستقبل، معرفة العائد المتوقع كذلك في حالة استثمارك، أداء الاستثمارية مستقبلية بتعتمد على الوقت. لاحظ أن قيمة الزمنية للنقود بتعكس مبدأ أن توقيت التدفق النقدي بيؤثر على قيمة، ولذلك من المهم جدا أن حضرتك تعرف أن الوقت وكذلك قيمة المال في المستقبل من الأشياء المهمة جدا أن حضرتك تفهم العلاقة ما بينها. ثانيا بتحدث مبدئيا في هذا الأمر حول الانترست، حول معدل الفائدة، ومن الطبيعي جدا أن حضرتك وأنا بسلفك فلوس أن الفلوس دي أنا مش محتاجها في الوقت الحالي كأنا كسيفر كمدخر وقادر على اقراضها لحضرتك او تسلفها لحضرتك، ولذلك قيمة الفائدة دي هي قيمة تحملي لاقراضي لحضرتك لهذه. فانا ايه اللي هيخليني ادي لحضرتك فلوس واصبر لمدة سنة او لمدة سنتين لغاية لما ترجعها لي؟ فانت حضرتك بتقوم باعطائي نوع من انواع الفوائد لنظير صبري على هذا الامر. ولذلك هنلاحظ ان الفائدة بتعتمد أكثر شيء على الوقت، مش محتاج الفلوس لشخص محتاج الفلوس، لذلك بتكون زي ما احنا قلنا معدل الفايدة هي تصبيرة في حالة ان انت رجع لي الفلوس بتاعتي بعد مدة سنة. ولذلك بيظهر هنا الأوبورتونيتي كوست أو تكلفة الفرصة بتظهر وبتنمو، نظرا لأن هناك في حالة وجود فرص أخرى بتعطيني مبالغ أكثر فإن أنا ممكن ساعتها أن أنا استثمرها في أماكن أخرى. ولذلك هنلاحظ انه كلما زاد عدد طول مدة رد القيمة كلما ازدادت الفائدة والتعويض نظرا لطول المدة. اللندر او الشخص المعطي لي الفلوس بيتحمل الريسك، ريسك ان حضرتك ما ترجعليش الفلوس بتاعتي في حالة الخسارة او السقوط في الفشل التجاري او الضياع المالي، وكلما كانت الريسك او خطرة في ارجاع الفلوس عالية كلما كان أيضا معدل الفائدة عالية لنظرا لقدرتي على حماية نفسي من رجاع الفلوس. أيضا من ضمن الريسك اللي بيتحمله المقرض هو الريسك الخاص بالإنفليشن أو التضخم، لأن أنا هدي لحضرتك سي 10,000 دولار
ولكن ال10,000 دولار دول في بعد سنتين بعد 3 سنين كنت هشتري بيهم مثلا عربية، أصبحت الآن هشتري بسكليت أو دراجة، فأصبحت قيمة الفلوس بتنخفض مع مرور الوقت. فأنا أيضا بتحمل هذا الأمر. أيضا كلما ازدادت مدة التضخم كلما ازداد معدل الفائدة بالتبعية، رغبة مني في تعويض ما تم دفعه والفارق ما بين معدلات التضخم السابقة والحالية. لكن ده من ناحية الشخص المقرض. أما من ناحية الشخص المقترض فهنلاحظ أن الفائدة هي الكوست أو التكلفة اللي بتحملها في وصول الفلوس اللي أنا محتاجها. وهنلاحظ أنه في حالة أن مفيش مخاطر خالص أو بتساوي الصفر، وده طبعا نظريا غير متحقق، فده معناه أن برضك بتستحق الفايدة نظير صبري على تحملي لمدة وكذلك التضخم. لذلك هنلاحظ في الشكل رقم 1 العلاقة اللي بتنسق ما بين المقرض والمقترض، لأن احنا هنلاحظ هنا أن المقترضين والمقرضين قد يكونوا أشخاص وشركات ومؤسسات مالية. ونلاحظ هنا أن انت شخص لو انت هتستلف من البنك أو هتسلفه هتاخد فايدة أو هتاخد قيمة، هيكون العلاقة أن انت لو حضرتك هتحط فلوس هتبقى انت الشخص المقرض والبنك المقترض، والعكس صحيح، لو حضرتك الشخص المقترض فانت هتبقى الشخص المقترض والبنك هيبقى المقرض. انت حطيت فلوسك في حساب ادخاري هتاخد فايدة، في الغالة دي هتكون انت السيفر الشخص المعطي او الشخص المدخر، البنك هيكون هو الشخص المقترض منه. في حالة ان اشخاص استثمروا في شركة وخدوا فوائد منها واشتروا اوراق مالية، في الحالة دي هيكون هم اللندر او المدخرين، والشركة بتكون البورور او المقترضة منهم نظرا لانها بتدفع لهم فايدة في مقابل كل ارباح. بعد ما احنا فهمنا الانترست او فهم الفائدة، يجب ان حضرتك تعرف الفارق ما بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة. الفائدة البسيطة هي بتحسب القيمة اللي التكلفية اللي بيستقطعها او بيدفعها المقترض في سبيل حصوله على القيمة المالية وذلك الى الشخص المدخر او الشخص المقرض، وده خلال فترة زمنية محددة وبيتم تقديمها في فترات محددة. وذلك لتبسيط المثال هنلاحظ ان الفائدة الثابتة معدل الفائدة الثابتة في القيمة الاساسية. حضرتك مثلا بتحط حساب البنك والبنك بيعرض فايدة ثابتة بقيمة 10%، فانت لو حطيت 100 دولار فهتلاحظ ان ال 100 دولار اذا القيمة 10% في 100 دولار في سنة هتساوي 10 استرليني، هنا قيمة بالجنيه الاسترليني. ان الفلوس هتسيبها في سنتين، اذا هنزود المدة number of period هتبقى سنتين، اذا القيمة هتساوي 20 جنيه استرليني. 10% في 100 جنيه استرليني في سنتين هتساوي 20 جنيه استرليني. ونلاحظ هنا ان جزء رئيسي من التفرقة ما بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة ان الفائدة البسيطة not reinvested او لا يتم استثمارها، لكن بيتم ارجاع القيمة الاصلية. يعني حضرتك خدت 100 دولار هرجع لك ال 100 دولار بعد سنة، وانت في خلال كل 3 اشهر بتاخد الفائدة او معدل الربحية بتاعتك، بتاخد 20 دولار او 10 دولار كل 3 اشهر مثلا مقابل سدادك لهذه القيمة. يمكن ان احنا ايضا نحسب الفائدة الثابتة وإجمالي تأثيرها على قيمة المبلغ بشكل مستقبلي، زي ان احنا نحط 1+ الريت او القيمة الثابتة قبل حسابها. وهنلاحظ هنا ان احنا في المثال اللي احنا شرحناه سابقا ان احنا بمية جنيه استرليني هنحط فيه 1+ قيمة فائدة في سنتين، هتلاحظ هيساوي 100 جنيه استرليني في 1.20 هتساوي 120 جنيه استرليني، هي القيمة اللي بيتم استردادها بعد سنتين. نستكمل بين الحديث حول الفايدة المركبة الكومبوننت انترست. ونلاحظ ان الكومبوننت انترست بتقوم بإضافة على القيمة الأساسية التي تم دفعها، ولذلك بيتم وصفها انها فائدة على الفائدة، وده طبعا في عكس الفائدة البسيطة نظرا لان الفائدة هنا بيتم reinvested او بيتم اعادة استثمارها في العائد الأصلي، ومن ثم العائد المسترجع ليس فقط العائد الأساسي ولكن العائد الأساسي مع العائد الذي يتم استثماره. ولذلك هنلاحظ أنه في حالة إيداع 100 جنيه استرليني هنا بيقولك وكان المعدل هو 10% وكانت أموال يتم إعادة استثمارها، أي فائدة هيتم الحصول عليها في فترة الحصول على هذا يتم إضافتها إلى الجانب
الأصلي، ولذلك هيكون الأول نسبة 100 جنيه استرليني في 10% اللي هي عن أول سنة زائد 110 في 10%. طب العشرة زيادة جت منين؟ نتيجة وجود الفايدة من العام الأولاني. فأصبح هنا الإجمالي عندنا بيزداد بشكل مضطرد مع زيادة السنوات. ولذلك هنلاحظ هنا أنه في نهاية كل فترة عندنا هنا 10 جنيه استرليني، 10 جنيه استرليني، 12 و10، 13 و31، 14 64، نظرا ان احنا بنجمع كل فايده سابقه وبنعيد استثمارها. لذلك ايضا يمكن حساب العائد المستقبلي الاجمالي عن طريق ان احنا نحط 1 زائد الفائده البسيطه واس عدد السنوات، فبيطلع لي المبلغ بعد اضافه الفائدة المركبة له. ولذلك بيقول لنا احنا في حالة المقارنة ما بين الفائدة الثابتة والفائدة المجمعة مهم جدا ان احنا نعرف هذا الامر كويس جدا. الفائدة الاجمالية او المجمعة مركبة واحدة من افضل الخيارات التي يمكن للمدخرين ان يقوموا بها وزيادة مدخراتهم بشكل كبير. لان لو شخص قام باستثمار 100 جنيه استرليني في 10% لمدة سنتين، فده معناه انه هيزداد بتاعه الاستثماري بواحد جنيه استرليني عن لو كان استثمارها بيه فايدة بسيطة، لانه كان هيحصل على 120 جنيه استرليني في مقابل 121 جنيه استرليني. طبعا ممكن تشوف ان المبلغ ده غير يعني بسيط او ايه التفاهة دي، يعني كل ده عشان دولار واحد او جنيه استرليني، ولكن تخيل ان انت بتقوم بكمية كبيرة من الأموال في كمية كبيرة من الوقت، فيمكن ان انت تحقق مبلغ كبير جدا. ولذلك بيقولك لو المية جنيه استرليني دول هنقول مثلا في 20 سنة، بس تكون ضامن ان انت مش هتستردهم قبل 20 سنة، في 10% في 20، فده معناه 300 دولار او جنيه استرليني حالة الفايدة البسيطة، لكن مع في حالة الفايدة المركبة فالمبلغ بيصبح 673 جنيه استرليني. طبعا المبلغ ضخم جدا وستة أضعاف وأكثر، داخل على 7 أضعاف من القيمة الأصلية، وأكبر من الفايدة البسيطة بتقريبا النصف وأكثر. لك على مدار السنين يتم الاستفادة من هذا الأمر. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب النظر إليها الأنوال برسنتج ريت والإفكتيف أنوال ريت، المعدل النسبة السنوية والمعدل السنوي الفعال. ونلاحظ إن إحنا زي ما إحنا قلنا بيتم حساب الفي تحديد مدة زمنية محددة. نلاحظ هنا إن إحنا عندنا نوعين من زي الأنوال برسنتج ريت والإفكتيف أنوال ريت، والفارق بينهم إنه واحد بيعتمد على الفايدة الثابتة والتاني على الفايدة المركبة. ونلاحظ هنا في هذه المعادلة ان الـ EAR بيساوي 1 زائد الـ ABR الـ Annual Percentage Rate على Number of Period Per Year Number of Period Per Year الإجمالي ناقص 1. ولذلك هنا بيديك مثال عشان تفهم هذا الأمر، انه كريدت كارد لديه معدل فائدة دام الـ ABR قيمة 15.24%، وبيتم الكومبوننت بيتم تركيبه بشكل دوري على أن يتم دفع 0.2% بشكل شهري على القيمة الإجمالية في حالة سحبها من البنك شهريا، مقابل القرض بيتم أخذه في قيمة 6% بالأنوال ريت، وبيتم كومبوننت كوارتلي بيتم تركيبه بشكل. ولذلك هنلاحظ في هذا التيبل نحن عندنا هنا الكريدت كارد ب 15.24% بعد الكومبوننت بيرستريت او الاي اي ار هيساوي 16.46%، ايضا بنك ديبوزيت او الودائع البنكيه ب 2.4% بعد الكومبوننت اوف انترست ريت او الاي اي ار 2.43، القروض بنسبه 6% بينما في الاي اي ار ب 6.14. ولذلك هنلاحظ في هذا المثال انه كلما كانت الفايدة العائد المركب يتم تجميعه اكتر من يتم صرفه بشكل دوري، فده معناه ان الاي اي ار دايما بتبقى اكبر من الاي بي ار، انه كلما ازدادت مالية في الصرف كلما زاد الاي اي ار. ثم ننتقل بين الحديث حول البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو، القيمة الحالية والقيمة المستقبلية. وهنلاحظ هنا ان انت هنا بيقولك كمثال ان انت في حالة ان انت خدت 1 جنيه استرليني اليوم ولا تاخد جنيه الاسترليني بعد سنة، هتلاحظ ان اكثرية الناس هتقول انا عاوز اخد الجنيه ده دلوقتي علشان اقدر استثمره او انفقه
ان انا اتجنب الريسك او المخاطره ان انا ما اخدش المبلغ ده بعد سنه حلني مين يعيش او ممكن الفلوس تطير او ما تجيش. لذلك هنلاحظ ان الواحد جنيه استرليني ده بعد سنه في الغالب هيكون اقل من قيمته دلوقتي، ده نظرا لتاثير التضخم وتاثيرات اخرى. ولذلك هنلاحظ ان القيمه المستقبليه هيساوي الواحد دولار جنيه استرليني ناقص تكلفه الفرصه والريسك او المخاطره اللي بيحملها في مقابل هذه السنة. ولذلك هنلاحظ ان تقديم القيمة المستقبلية بيتم عن طريق وضع المبلغ في 1 زائد قيمة الفائدة أس عدد السنوات. لاحظ هنا انه في مثال رقم 3 لو كانت القيمة الحالية هي 100 جنيه استرليني والفائدة عليها 10%، إذن القيمة المستقبلية ليها بعد سنتين هتساوي 100 جنيه استرليني في 1 زائد 10% أس 2 هيساوي 121 جنيه استرليني. وهنلاحظ في الشكل ده قدامنا إن الفائدة 10%، القيمة المستقبلية 121، القيمة الحالية 100 فقط. ذلك مهم جدا قبل الاختيار أو حساب القيمة الحالية أو المستقبلية نتلع معدل الفائدة الملائم وكذلك الديسكاونت ريت أو معدل الخصم المستخدم. ده طبعا بيستخدم مجموعة من الأشياء زي تكلفة الفرص البديلة وأيضا معدلات الفائدة في الاقتصاد ومعدلات المخاطرة. نقوم ب الفاليو أو القيمة لها عن طريق الفيوتشر فاليو بيساوي البريزنت فاليو زائد واحد في 1 زائد الانترست ريت على النمبر اوف بيريد اللي احنا شرحناها من شوية. أما القيمة الحالية فبتساوي الفيوتشر فاليو على 1 زائد الديسكاونت ريت أس نمبر اوف بيريد. ولذلك هنا بيدي لك مثال هنا للتوضيح، بيقول لك أنت أمام خيارين للاستثمار المتساوي من المخاطرة عشان يحيد لك لو كان شيء أكبر من شيء ولكن مخاطرته أقل فبيتم اختيار، ولكن هنا بيقول لك إن المخاطرة لا تدخل في الاعتبار. وهنلاحظ إنه discount rate هو 9% per investment أو الأوتفلو الخاص به الاستثمار، بداية الاستثمار هو 500 جنيه استرليني، أول استثمار من المتوقع إن أنت 1000 جنيه استرليني بعد 3 سنوات من الآن، والاستثمار الثاني بعد 5 سنوات 1350 جنيه استرليني. لك علشان نقيم كل استثمار فيهم يجب ان احنا نقوم بالمعادلات الاتيه: البريزنت فاليو لل1000 جنيه استرليني بعد 3 سنوات بعد استخدام الديسكاونت 9% هيساوي 1000 على 1.09 اس 3 هيساوي 1000 على 1.259 95 هيساوي 772.18 جنيه استرليني. بريزنت فاليو القيمة الحالية للـ 5 year discount تساوي 877.41. ولذلك هنلاحظ هنا ممكن وانت بتقرأ المثال بشكل عام تقول ايه ده كده اختار لي على طول اللي هيجيب لي 1000 بعد 3 سنوات بدل ما هاخد 1350 بعد 5 سنوات، ولكن لما تحسب القيمة الحالية والقيمة المستقبلية هتلاحظ هنا انه هناك فرق كبير بينهم وانه هيتم تفضيل الخيار رقم 2 نظرا لانه بيعظم القيمة اكثر من الاولاني. لكن هذا المثال زي ما احنا قلنا كان بيستبعد فكرة المخاطرة او لا يضع في الاعتبار، ولذلك هنا بيقوم بإضافة عامل المخاطرة، لذلك هيضع 15% لعمل الاستثمارات. ولذلك هنلاحظ ان القيمة الحالية للاستثمار الخاص ب 1350 بعد 5 سنوات بنسبة ديسكاونت 15% هيساوي 671.19. لذلك من المهم جدا ان احنا نبقى عندنا ثلاثة محددات لما نقوم بالمقارنة ما بين الاستثمارات، وهو ان الكاش فلو ومعدلات التدفقات النقدية المتوقعة من كل استثمار فيهم في المستقبل، ثانيا الوقت المتوقع للحصول على هذه التدفقات، وثالثا يجب أن ننظر جيدا إلى الريسك أو المخاطرة اللي بيحمله كل استثمار فيهم نظرا لعشان بيرفليكت أو بينعكس على الديسكاونت ريت اللي بيرتفع مع ارتفاع معدلات المخاطرة. نستكمل مع صافي القيمة الحالية أو النت بريزنت فاليو، ذلك بيتم استخدامه في المقارنة ما بين الاستثمارات المختلفة عندما يكون الانيشيال أوت فلو أو المقدار الخارجي من المال المستثمر متساوي في المستثمرات. ولذلك بنستخدم النت بريزنت فاليو او الان بي في اللي بيستخدم القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المستقبليه ناقص القيمه الحاليه للتكلفه في الاستثمارات
وهنلاحظ في المثال رقم 3 اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، 1350 في 5 سنوات او 1000 في خلال 3 سنوات، ان احنا هنا بنحط عامل اضافي وهو الانيرشال كوست او التكلفة المبدئية. وهنلاحظ هنا ان الاستثمار الاولاني هيجيب لي 171.19 استرليني في مقابل 72.18 للاستثمار الثاني. ولذلك هنلاحظ هنا ان الاستثمار اللي بيكون العائد بتاعه بعد 5 سنوات هو اكثر قيمة حالية من الاستثمار الاولاني. ولذلك هنلاحظ ان تقدير القيمة الخاصة بالتدفقات النقدية مهم جدا، نظرا لانه بيسمح لي المقارنة بالاستثمارات المختلفة، المقارنة مع التدفقات النقدية والتكاليف الخاصة بكل استثمار فيهم، فهم العوائد المتوقعة لكل استثمار، وفهم نوعية الاستثمارات المناسبة ليهم، زي ان سيلز تيم فريق سيلز يبيع لابتوبات او تابلت، شركة مثلا تقوم بشراء مكتب جديد لها في اسيا، تقوم بزيارة الشركة الام في اوروبا، يجب ان يتم استثمارها حتى لهذه القرارات الخاصة بالتدفقات النقدية يتم أيضا تقريرها واختيار الأمن. ولذلك هنلاحظ هنا أن الابليكيشن of the time value of money، فهم الأبعاد الخاصة بقيمة الأموال من المهم جدا أنها تكون موجودة عندنا، نظرا لأن حضرتك كنت بتعمل ديبوزيت أو وديعة في البنك، فده معناها يقول لك بالضبط كم قيمة المال أو كيفية قيامه بالنمو خلال مدة معينة من السنوات. يعطيني نبذة حول استثماراتي ومدخراتي سواء بالإيجاب أو بالسلب. وهنلاحظ في المثال رقم 4 شرح لهذا الأمر، إن أنت بتحط 1000 استرليني في وديعة بعائد كرر 10%. لذلك هنلاحظ هنا إن أنت في نهاية قيمة المستقبلية بتحصل على 1735، ولا النسبة المقررة من الفائدة مع القيمة اللي بتحضرتك بتستردها كل كوارتر. لذلك من المهم جدا إن نعرف إن قيمة مستقبلية ل الأصول أو الاستثمارات بتديني فرصة كويسة جدا إن أنا أفهم كيفية نمو استثمارات وكيفية تقديمها بصورة كويسة، وأنا أبقى عارف بس إن أنا مش برمي فلوسي وخلاص، وإن أنا وأنا بختار استثمار معين يجب إن أنا أقوم باختيار كافة الجوانب المختلفة للحصول على العوائد المتوقعة. هنا الانيونيتي أو المبلغ اللي بيتم دفعه في بداية المالية بتاعتي بيتم عادة ليه دفعه الكابوريسة، عادة بيتم استخدام المصطلح في شركات التأمين، أقوم بدفع مبلغ من البوليسة، ولذلك بيتم دفع هذه البوليسة بشكل مستمر نظير حصولي على الخدمة. ولذلك هنلاحظ هنا ان اليونينيتي السداد والرهن العقاري، هنلاحظ هنا في هذا المثال ان بيقول لك ريتايرد فرنش مان، فرنسي متقاعد، بيدفع لشركه تامين 10000 يورو على امل انه يتم دفع شركه التامين 2.375 يورو في نهايه 4 سنوات القادمه، و 2370 في نهايه 5 سنوات اللاحقه. ولذلك بتقوم شركة التأمين تدفع فايدة 6% في مقابل هذا العائد الذي قام بدفعه. لذلك هنلاحظ في هذا الشكل ان شركة التأمين هو اول سنة بيدفع 10000 يورو، يحصل من شركة التأمين على 2375، وكذلك في السنة الثانية والسنة الثالثة هنلاحظ ان النسبة بتنخفض في مقابل انخفاض المبلغ، لكن شركة التأمين بتتعهد بدفع قيمة ثابتة في مقابل السنوات الحقة الأربعة، وبعد كده بتتغير للسنوات الخمسة التالية. في حالة وجود سداد أو رهن عقاري هنلاحظ برضك نفس الموضوع، انت بتدفع في بداية السداد العقاري الرهن 60000 يورو، وبتنخفض مع السنوات اللاحقة، وبتوصل لقيمة صفر مع مضي المدة نظرا لانخفاض قيمة الأقساط اللي حضرتك بتدفعها في الأوقات أو السنوات اللاحقة. بعد كده بنقوم بالدسكريبتيف ستاتكس أو الإحصاء الوصفي، وهنلاحظ إنه من اسمها بتوصف مجموعة من البيانات اللي بيتم استخدامها. ولذلك هنا بيقولك مثال إنه في حالة إن أنت بترجع من شغلك إلى منزلك وبتعتقد كده إنك الكمية او الوقت اصبح، وان انت محتاج ان انت تغير الروتين بتاعك، فازاي تقيم او تعرف ان فعلا رحلتك اصبحت. ولذلك يجب ان يتم
تحديد هذا الأمر عن طريق البيانات الإحصائية والوصفية. ولذلك هنستخدم هنا الوسيط وكذلك الانحراف المعياري لفهم هذا الأمر. أولا قياس الفريكوينسي الضوء المتوسط، وهنلاحظ أنه بيتم استخدامها عن طريق القيمة أو العينة اللي تقوم بتمثيل أفضل تمثيل لهذه العينة. لذلك بتبقى مهم جدا أن احنا نعرف أو نقيس النزعة المركزية أو النقطة المركزية عند المقارنة ما بين جروبين مختلفين. لذلك لما بناخد قيمة الأفريدج أو المتوسط الخاص بدرجة الحرارة في دولة إكس مثلا في شهر 7 سنة 1961 إلى 2011 بقيمة 16.1 درجة مئوية، وبالمقارنة مع نفس المدة ولكن في شهر سبتمبر ب 13.6 درجة مئوية، هنلاحظ انه مدة طويلة من الزمن والقياس هنوصل لافتراض ونتيجة مؤداة انه الوقت بيكون حر في 7 عن 9 في البلد اكس. ولذلك من المهم جدا هنا زي ما احنا نقول ان احنا يبقى عندنا الافريج ده بيتحسب على مدار مدة طويلة جدا علشان نوصل لي كونكلوجن او نوصل لي رأي نهائي مفسر ومعبر عن سرنا لي هذا الأمر. ولذلك بنستخدم العديد من الميجرز أو القياسات، المتوسط الحسابي والمتوسط الهندسي والوسيط والوضع المود. لاحظ هنا أن المتوسط الحسابي بيتم استخدامه بشكل واسع ومنتشر وبيحسب المركزية بالنسبة لي العديد من الأشخاص. تم وصفه به الأفريج أو المتوسط، وهنلاحظ هنا في هذا الشكل رقم 5 نحن عندنا 10 سنوات قوم بحساب الأمر عن طريق إن احنا بنقوم بجمع لهؤلاء القيم وقسمتها على عدد السنوات. نحسب 1.3 زائد 2.4 زائد 0.8 وخلافه ونقسمهم على عدد سنوات، فبيطلع لي 6.3% أو كمتوسط ومرجح لهذه النسبة. لكن هنلاحظ هنا إن النسبة المتوسطة أو المرجحة لديها عيب واحد خطير جدا، وهو إنها عندها تأثر كبير جدا بالقيم المتطرفة. ومعناها ايه القيم المتطرفة؟ يعني في المثال السابق هنلاحظ هنا ان في سنة 8 او السنة رقم 8 كان المعدل كبير جدا 26.4، فاحنا هنلاحظ هنا ان هذا المعدل كبير جدا جدا واثر على السنوات اللاحقة والسابقة عند حسابنا لهذا المتوسط. ولذلك تخيل مثلا ان احنا في 10 سنوات في كل السنوات انتجنا 5 وحدات، وفي السنة رقم 8 انتجنا 1,000,000 وحدة. فعندما نقوم بالحساب فهنلاحظ ان هذا الحساب غير دقيق نظرا لان هو بيطرف ومش بيعطي حجم او وزن ليها دقيق وصارم. لذلك بنستخدم المتوسط الهندسي في تعويض هذا النقص. لاحظ هنا ان احنا هنا بنعطي زي ويت او بنعطي وزن لكل قيمة او لكل اطار من الاطارات بحيث يمكننا هذا من فهم دقيق للمتوسط. لذلك هنا بنقوم به في هذا المثال رقم 9. هنلاحظ هنا ان في حالة ان انت عندك عملة واحدة تم استثمار وانت هتاخد في مقابلها 1.8 وحدة في نهاية العشر سنوات، فبجمع الحصول على العشر سنوات هنلاحظ هنا ان 1 زائد 1.3% في 1 زائد 0.4% وهكذا 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 على قيمة 1.8 نظرا لانها بتعطي ايضا الاطار الزمني ضمن منظومة حساب. النوع الثالث هو الميديان او الوسيط، وهنلاحظ هنا ان في هذا الامر بنختار القيمتين الوسط ما بين 10 أشياء أكثر، فإحنا بنختار القيمة الوسطى ما بين كل هذه القيم. ولذلك في هذا المثال هنلاحظ هنا إنه عندنا 10 قيم، فإحنا بنختار القيمتين اللي في المنتصف وبنجمعهم وبنقسمهم على 2، فبيطلع لي المتوسط الوسيط عن طريق هذا الأمر. هنلاحظ هنا إن هذا الأمر نوعا ما لا يتأثر بالتطرف زي النوع الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه وبيكون أكثر دقة منه، لكن هنلاحظ انه مع تعدد العينات او مع كثرة سنوات او مع تطور العديد جدا من الأنشطة قد لا يصلح كثيرا في الاستخدام. المود او الحالة هنلاحظ هو واحد من أكثر الأشياء ترددا في البيانات،
وهنلاحظ هنا في هذا المثال ان احنا بنبص ايه اكتر او متوسط تم ظهوره. وهنلاحظ هنا انه في هذا العائد رقم 10 اتكرر 3.7% مرتين، فبنختاره هو القيمة انه يستطيع تحديد الفئة المركزية في اي بيانات. لكن هنلاحظ طبعا انه في بعض بيانات لا تجد فيها اشياء متشابهة او قيم مرتبطة، ومن ثم لا يوجد حالة من الحال او التباين فيها، فلا يمكن استخدام هذا النموذج بالكامل في حالة وجود اكتر من قيمة 2 3 4 5 6. فاحنا ازاي هيتم حسابها بشكل دقيق؟ هيبقى المود او هذا النظام من الصعب جدا استخدامه في حالة كانت البيانات continuous data او بيانات مستمرة. ده معناها البيانات اللي بتاخد وقت قيم لا متناهية لقيمتها خلال فترة من الزمن، زي مثلا الخاصة بالأشخاص، زي ان شخص يكون وزنه 62 كيلو مثلا وشخص اخر 62 والفرق في 335 و346 كيلو. ايضا من ضمن الاشياء التي لا يمكن فيها استخدام هذا المنطق هو discrete data او البيانات الكاملة الحتة واحدة، زي ان انت مثلا بتشوف ايه هي اكتر عدد الموظفين اللي تم تعيينهم، فانت بتستخدم البيانات ككتلة واحدة لا يمكن تقسيمها، فلا يمكن استخدام هذا الامر. لذلك يجب مراعاة التنوع واستخدام الانسب لكل طريقة. بعد ما نقوم بحساب القيم الوسطى والقيم المركزية، من المهم جدا ان يتم فردها او spreading data عشان يتم اخذها بشكل وصفي. وهنلاحظ هنا في هذا الشكل الكمباني رقم A والكمباني رقم B، هنلاحظ هنا انه بيتم تقسيمها بشكل ثاني حتى نحصل على القيم طريقة بيانية. ولذلك بنستخدم نوع measure of dispersion، واللي بنستخدم فيها نوعين هو الرينج والستاندرد ديفيشن. ان الرينج هو الفارق ما بين الاطول والاقل الاكبر والاصغر. هل القيم ممكن استخدامها؟ زي المثال رقم 12 قدام حضراتكم، أقل قيمة 0.8 وأعلى قيمة 26.4 بالطرح بيساوي 25.6، فده الرينج اللي ما بينهم. أما في حالة إن احنا قمنا بحذف أعلى قيمة، فأيضا يحل محلها القيمة التالية ليها، فنستخدم 0.8 على 8%، وهنلاحظ أيضا إن الرينج بيطلع بالفارق ما بينهم. من المحتمل ان هو يطلع على outliers او يطلع نوع من انواع التطرف في البيانات زي ما احنا قلنا، ولكن ده من ضمن الانواع المستخدمة. هناك معيار اكثر دقة من هذا الامر وهو standard deviation، انحراف المعياري. وهنلاحظ هنا ان احنا بنستخدم القيم وفقا لتقلبها حول البيانات. مرة تانية بينبه علينا ان احنا غير مسؤولين على الكالكوليشن او عملية الحساب، ولكن علشان نبقى عارفين ازاي الموضوع بيتم. وهنلاحظ هنا في هذا المثال بيراعي الفوارق ما بين كل متغير ومتغير تابع له. ونلاحظ هنا في هذا المثال انه في حالة وجود استثمار لمدة 3 سنوات وكان العائد بتاعه 8% في السنة الاولى و3% في السنة التانية و7% في السنة التالتة، فهنلاحظ هنا ان احنا عندنا علشان نحسب هذه البيانات طريق الانحراف المعياري هنحط كل قيمة منهم 8% ناقص 6% أس 2. ونلاحظ ان 6% ثابته نظرا لانها القيمه الوسطى في كل هذه الوحدات، واللي معطاه في التمرين يتم حساب كل قيمه مراعاه الفائده او القيمه الوزنيه بتاعتها، وبيتم القسم على عدد الوحدات اللي هم 3 سنوات 3 وحدات يتم الجذر بتاعهم، فبيتطلع القيمه 2.16%. يمكن استخدام نورمال ديستريبيوشن او تشتت الطبيعي، واللي بيقيس القيم التي يمكن أخذها وفقا لمعدلات التتابع والفريكونسي أو الحدوث. ونلاحظ هنا أنه بالمقارنة مع شركتين بياخدوا عوائد معينة من الدخل بالمقارنة بعدد الموظفين، فهنلاحظ هنا أن السعر اللي بياخدوا 15,000 إلى 20,000 في الشركة رقم X هم 5 أفراد، بينما في الشركة Y هم 1، وكذلك العديد من القيم. ولذلك نقوم بفرد هذه العينة عن طريق الهيستوجرام أو وضعها في شكل بياني للمساهمة في الفهم أكثر بيانيا. وهنلاحظ هنا إن احنا عندنا أكثر ارتباط ما
بيتم دفعها بالمقارنة مع عدد الموظفين في فئة 30 إلى 35 ألف، بينما الشركة واي هنلاحظ إن أكثر فئة هي 45 إلى 50 ألف. الأخذ في الاعتبار معدلات المتوسطة ما بينهم. أما النورمال ديستريبيوشن ممكن إحنا أيضا نستخدمه في وضع الجراف أو وضع التصاوير البيانية، نلاحظ إنه بياخد شكل قاعد لأعلى وبينزل فيه نقطة محددة. لاحظ إنه بيتم استخدامه في العديد جدا من العينات، زي العينات الخاصة بالطول أو الارتفاع، العينات الخاصة بضغط الدم المقررة لإنتاج عن طريق الماكينات. لذلك من المهم جدا أن يتم استخدامها في العديد من الأمور. طبعا هنلاحظ هنا في هذه الأشكال التحالفات والفوارق ما بين النورمال ديستريبيوشن والديستريبيوشن وسفات تيلز. طبعا كل الحاجات دي مرة تانية قد تبدو للبعض انها معقدة او صعبة، غير مطلوبة من حضرتك ان يكون عندك شكل متعمق بيها، ولكن يكفيك ان انت وانت بتشوف هذه الاشكال ان حضرتك تعرف بس استخدامات كل حاجة فيها ونظرة عامة على فايدتها لا اكثر ولا اقل، وليس مطلوب من حضرتك حساب هذه الاشياء وليس وضعها او ان هجيب لك مثال وانت هتقوم بيه حله. لا يعتبر هذه الامور مطلوبة لحضرتك. كورليشن او العلاقات المترابطه، وهنلاحظ انه هناك طريقه اخرى يمكن ان احنا نستخدمها وهي طريقه الكورليشن او الارتباطات، زي ان احنا يكون عندنا متغيرين مرتبطين بطريقه مع بعضهم البعض ويتم حسابها عن طريق معامل الارتباط، واللي بياخد سكيل او طريقه من سالب واحد الى زائد واحد، وعندما يكون المتغيرين لديهم نفس الخطوات في التغير ونفس الاتجاه فده معناه انهم عندهم نفس معامل التغيرات او الارتباط، ولذلك بيكون زائد واحد، او لديهم ارتباط ولكن عكسي، اذا ازداد واحد في اتجاه يزداد الاخر في الاتجاه الاخر فده معناه انه سالب واحد. لا يكون هناك ارتباط ما بين المتغيرين فده معناه ان القيمة بتقترب من الصفر. ونلاحظ انه كلما ازدادت العلاقة ما بين متغيرين كلما ازدادت العلاقة ما بين الارتباط ما بينهم، ذلك ايضا كلما ازدادت الثقة يمكن ان يتم توقع للاتجاه الاخر كيفما التغير الذي يحدث فيه. والحقيقة انه هو هنا بيقولك مثال مرتبط جدا، وانه كلما ازداد الارتباط ما بين السوق الماركت او سوق الاوراق المالية والعائد منها والتقدم الاقتصادي، فهنلاحظ في هذه الحالة انه كلما ازداد التقدم الاقتصادي في الدولة هتزداد بالتبعية قيمة الاسهم والسندات في سوق الاوراق المالية، وهيزداد بالتبعية قيمة للعديد جدا من المساهمين والاسهم في السوق. لكن هنا من المهم جدا ان هو ينبهك، الارتباط ده لا يعني الكوزن او لا يعني وجود سببية. ده مثلا هنا بيقولك تاريخيا هتلاحظ ان السوق الاسهم والسوق المالي والعوائد عليه عادة بتعلوي بتنخفض في يناير مع وجود السنوفول مع وجود تساقط للجليد، ولكن هنلاحظ هنا انه ممكن حضرتك تتخيل كده ان في وجود ارتباط ما لهذا الامر، انه في حالة عدم سقوط الجليد او تساقط للثلج هيؤدي الى خسارة في السوق الأوراق المالية، وده طبعا غير صحيح بالمرة. ولذلك يجب ان حضرتك تعرف ان مش كل علاقة ارتباط ان انت تاخدها بالاعتبار، لكن تاخد السيتويشن او الموقف بشكل عام. ولذلك بيقولك ان الارتباط مهم جدا في الانفستمنت او في التحليل، نظرا لان العلو والانخفاض في احدى الارتباطات المرتبطة بشكل دقيق ولديها علاقة بالفعل يمكن ان يؤثر في الاشياء او الاستثمارات اللي حضرتك بتستثمرها. ايضا من المهم جدا ان في حالة وجود استثمارات مثلا مالية مرتبطة ببعضها البعض ممكن ان حضرتك تتجنبها، نظرا لانه قد يؤدي الى عدم تنويع في البورتفوليو او الحقيبة الاستثمارية بتاعتك. فمن المهم ان حضرتك يكون عندك استثمارات مختلفة الارتباطات عشان لو لا قدر الله حصل اي سوء في احدى الاستثمارات لا يؤثر على الاستثمارات المرتبطة بها على الجانب الاخر، ولذلك بتظهر عملية او عملية تنويع، وهي عملية مهمة جدا ان حضرتك يبقى عندك تنوع في الحقيبة الاستثمارية بتاعتك، عندك استثمارات في العقارات واستثمارات في البنوك واستثمارات في الاسهم، والاسهم نفسها فيها تنوعات، استثمارات في سوق المشتقات وخلافه، علشان يكون عندك استثمارات متنوعة عشان لو لا قدر الله هبط سوق معين مش هيهبط في الاسواق الاخرى. ولذلك من المهم جدا انه في حالة
الحقائب undiversity أو الحقائب غير نواعة بتحمل ريسك كبير جدا يجب أن يتم تجنبه. بكده نكون أنهينا الفصل الثامن، واحد من أطول وتقريبا واحد من أصعب الفصول الموجودة في investment foundation أو أساسيات الاستثمار، ولكن من المهم جدا أن حضرتك تقرأ السامري كويس جدا وتقرأ مرة تانية وتشوف هذا الفيديو مرة تانية وتالتة وتقوم بقراءة الفصول بنفسك مرتين وأكثر وأكثر حتى تقوم بفهم العديد جدا من التنوعات المختلفة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات يشرفنا الرد عليها في تعليقات أو على الصفحة الرسمية مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.